متابعة لآخر مستجدات فيروس كورونا والإجراءات الوقائية الاحترازية ضد المرض. هذه المحطة مستمعين الكرام ومشاهدينا في مختلف منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أكيد في غاية الأهمية كونها مباشرة مع وزارة الصحة من خلال تواصلنا مع الدكتورة فاطمة بنت محمد اليعقوبية رئيس قسم السلوى الأمراض التنفسية الحادة بدائرة الأمراض المعدية بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة. مساء الخير. مساء الخير أخي الكريم ومساء الخير على المستمعين الكرام. أهلا وسهلا فيك دكتورة فاطمة، ومن خلالك تضعين مباشرة على آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد. الوضع الوبائي بالنسبة لفيروس كورونا كوفيد-19 بشكل عام على مستوى العالم ما زالت دول كثيرة تسجل إصابات جديدة تجاوز العدد الإجمالي 100,000 تقريبا. العدد في الصين يقارب 80,000 وبقية الحالات تسجل في قرابة 100 دولة أو أكثر على مستوى العالم. نعم. بالنسبة للعدد الوفيات على مستوى العالم أيضا قرابة 5,000 تتوزع معظمها في الصين، ولكن هناك أيضا عدد الوفيات سجلت في الدول التي قامت بتسجيل حالات جديدة. نعم دكتورة، نتحدث الآن عن الوضع في السلطنة، آخر مستجدات كورونا في السلطنة. بالنسبة لسلطنة عمان ولله الحمد منذ تسجيل آخر حالة يوم أمس لم تسجل اليوم أي حالة جديدة، وبالتالي فإن العدد الكلي إلى الآن في سلطنة عمان وصل 20 حالة تقريبا. نعم بالضبط، هذا الإجمالي. الإجمالي أيوة. تماثل 9 منها للشفاء ولله الحمد، ويتلقى بقية المرضى العناية في مختلف المؤسسات. نعم، إذن عندنا 20 حالة، 9 منها تماثل للشفاء ولله الحمد. نعم الحمد لله ولله الحمد، أيضا لم تسجل أي حالة وفاة إلى نعم. الآن نعم أحسنت دكتور، وهذا ما نود طبعا أن نحن نأكد عليه لجميع المتابعين. يعني أول ما قلنا وزارة الصحة البعض لازال يتساءل أنه والله وصلتنا عبر الواتساب، وصلنا في الجروبات ما أدري إيش أنه في حالة وفاة. الآن من خلال الدكتورة فاطمة ومن خلال طبعا تصريح كذلك وزارة الصحة عبر منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي أنه لا صحة لما يتم تداوله طبعا عن وجود حالة وفاة، دكتورة من خلالك اطمنينا على وضع الحالات المتبقية. عندنا 20 حالة، 9 منها تماثل للشفاء، 11 حالة لا زالت يعني موجودة، نطمن على هذه ال 11 حالة وطبيعة الإصابة اللي عندهم. والحمد لله حسب آخر المعلومات أنه حالة ال 11 شخص مستقرة. نعم. إلى الآن. نعم. ما في مضاعفات إلى الآن. الحمد لله، ونتمنى إن شاء الله من خلال قادم الوقت نسمع عن تشافي حالات جديدة بإذن الله. بإذن الله. نعم دكتورة، أكيد أنتم مراقبين أول بأول تطورات الوضع العالمي يمكن لفيروس كورونا. الآن على ماذا تؤكدوا خلال المرحلة المقبلة؟ طبعا تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات أبرزها اليوم تعليق الدراسة لمختلف المؤسسات التعليمية. خلال المرحلة القادمة وجود أتوقع يعني الطلبة، وجود الأغلب في منازلهم وابتعادهم عن الأماكن العامة يمكن يكون مطلب للجميع. أكدين لنا على أهم الإجراءات اللي توصي بها وزارة الصحة في الفترة المقبلة. شكرا، هذا سؤال جدا مهم. طبعا مثل ما احنا شايفين انه عرفنا في تقريبا الاسبوع الماضي انه منظمة الصحة اعلنت انه الحين وباء فيروس كورونا اصبح جائحة، وهذا يعني اتساع رقعة انتشار هذا الفيروس. فيعني الان كل دولة متوقع انه يتطور فيها انتشار الفيروس و تتزايد عدد الحالات. نعم. لذلك في كل مرحلة هناك حزمة من الإجراءات الوقائية يجب أن تتخذ. نعم. والحقيقة أنه يجب أن نتعلم من الدول التي انتشر فيها المرض، يعني قبل في مراحل متقدمة قبل المرحلة التي وصلت لها السلطنة، ونتعلم من الإجراءات التي قاموا باتخاذها أيضا. نعم.
ففي هذه المرحلة احنا ما زال يعني الأعداد قليلة ولله الحمد، ولكن احترازيا كإجراءات وقائية يجب أن يعني يرتفع مستوى إجراءاتنا إلى مستوى أعلى، وذلك لضمان يعني لضمان استعداد المجتمع، استعداد مستشفياتنا، استعداد المؤسسات الصحية لاستقبال أي حالة قد تحدث في هذه الفترة. نعم. ومن الأشياء اللي يعني مهمة في هذه المرحلة هي مسألة الابتعاد عن التجمعات بكل أشكالها. الآن هنا يأتي مسؤولية الفرد، مسؤولية المؤسسات أيضا في تشجيع هذا الموضوع والتركيز عليه. نعم. لماذا؟ يعني هو الانتشار كيف يصير؟ الانتشار أنه قد يكون هناك شخص مصاب، مثل ما قلنا الحين كل الدول، فأي حد يدخل من أي دولة ويكون مصاب قد يعني يسبب انتشار في المجتمع. أوكي. كيف يحدث الانتشار؟ أنه يكون الناس متقاربين يعني من بعضهم البعض، أو يلمسوا الصح قد لمسها شخص مصاب من قبل. لذلك يعني الإجراءات الوقائية تتركز في هذه الأشياء. أولا تقليل التجمعات بكل أشكالها في مختلف، يعني تجمعات اجتماعية، يعني إحنا نعرف أن مجتمعنا المحلي فيه الكثير من التجمعات، صحيح، أعراس، حفلات، تجمعات عزاء، يعني لا سمح الله، يعني صح هذه الأشياء واجبة، ولكن نحن في وضع وباء، يعني لازم نحط أولويات. نعم. ويعني يمكن دكتورة لو بقطع كلامك، يعني دكتورة فاطمة، التباعد الاجتماعي أنه يعني الشخص يترك مسافة بين وبين الشخص الآخر. نعم. الشيء الثاني مثل ما قلت لك يعني أنه الفيروس ممكن ينتشر عن طريق الأسطح، إذا معناته نظافة اليدين هي من أهم الأشياء اللي الواحد ممكن أنه يركز عليها. يعني أوكي لمست شيء، الشيء الثاني أني أنا أبتعد عن أني ألمس عيني أو أنفي أو فمي، ويعني أسارع بغسل يدي أما بالماء والصابون أو بالمعقم الموجد. فهذه يعني الواحد يعتبرها أشياء بسيطة، ولكن يتركز فيها يعني عملية يعني البطئ انتشار المرض. نعم. العمل على أنه نبطئ من انتشار المرض بهذه الطريقة. نعم. فالحين صار كل فرد فينا في المجتمع هذه مسؤوليته، هذا واجبه، هذا دوره الحين. نعم. في هذا الوقت، وإن شاء الله يعني بتعاوننا، فمثل ما أقول لك تجارب الدول الأخرى نجد أنه التعاون بين الحكومة وبين المجتمع في هذا المجال، وبالتأكيد يعني بالنسبة لنظافة اليدين والتباعد الاجتماعي، يعني ساعد كثير في وقت انتشار المرض. نعم. أو على الأقل تقليل عدد الحالات. نعم. يعني دكتورة حان الوقت فعلا أنه كل واحد يتخذ هذا يعني كذا أقل شيء بينه وبين نفسه في هذه الفترة قرار بأنه هو يمتنع عن المصافحة. يعني أتذكر لما طرح هذا الموضوع قال والله إحراج وبيزعلوا علينا لا 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 خلاص الوضع، يعني لازم نعدي هذه المرحلة ونكون أكثر وعي. الآن من كلام الدكتورة يتضح أنه اليدين يمكن تكون من أنشط الوسائل في انتقال هذا الفيروس، فالكل يكون واعي فعلا أنه المصافحة الآن أمر غير مرغوب به إطلاقا. نعم فعلا، وهذا يعني صح نقول أنه واجب اجتماعي وديننا يعني حثنا عليه، ولكن وقت الوباء يعني حتى ديننا يعني أنه حسنا أنه إحنا ما نعرض لا نفسنا ولا نعرض الآخرين. أحسنتي الحضر. نعم صحيح صحيح. وبهذه الطريقة يعني سبحان الله، تخيل أن أنت تساهم في تقليل انتشار الوباء وإعطاء المرض لشخص آخر وفي مجتمعك. يعني إحنا جميعا مطالبين أنه نحمي عمان، نحمي أهالينا في عمان، نحمي الناس اللي قد يكونوا معرضين أكثر للإصابة. فكل هذه يعني المسؤولية نحطها دائما أمام أعيننا، وأنا متأكدة إنه الشعب العماني يعني دائماً وعلى يعني مدى التاريخ كانوا متعاونين وقادرين يعني إنه يصلوا بالبلد إلى صف الأمان بإذن الله تعالى. وهذه مسؤولية وطنية قبل لا تكون مسؤولية فردية أو مسؤولية نظافة شخصية، هذه مسؤولية وطنية في ظروف مثل هذه الظروف، والكل طبعاً مساهم ومشارك فيها من مؤسسات ومن أفراد ومن مجتمع. شكراً.
تمام. شكرا شكرا, شكرا جزيلا لك الدكتورة فاطمة. ونعول على الإذاعة وعلى التلفزيون وعلى الإعلام في توصيل هذه الرسائل والتكثيف منها. نحن تحت أمركم دكتورة. نحن تحت أمركم في اللي توصوا به واللي ممكن نوصله كذلك للناس. هذه الإذاعة وأثيرها تحت خدمتكم مباشرة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا جزاك الله خير. يعطيك العافية الدكتورة فاطمة بنت محمد اليعقوبية, رئيس قسم السل والأمراض التنفسية الحادة بدائرة الأمراض المعدية بالمديرية العامة لمراقبة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة. وأوضحت طبعا الدكتورة فاطمة آخر الأرقام وآخر المستجدات بشأن فيروس كورونا. 20 حالة مسجلة إلى الآن في السلطنة, 9 حالات تماثلت للشفاء, المتبقي 11 حالة. ونتمنى إن شاء الله أنه نسمع أخبار مبشرة بإذن الله تعالى لتشافي حالات أكثر.